معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. اذا رحبتم في بيانكم الصادر بخصوص القمم الثلاث التي عقدت في مكه المكرمه بالموقف الذي خرجت به، ما اهميه هذا الاجماع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني اي اجتماع، اي كلمه موحده ل القوى او الدول العربيه هو دليل على ان هنالك تفاهمات وعلى ان هنالك نوع من التجاوز للخلافات. ودائما نحن نقول ان عدونا قد تقوى بسبب خلافاتنا وتمدد بسبب عدم وجود مشروع مواجه له، وعلى الاقل يكون مثل هذه الكلمه الموحده او اتفاق الكلمه على الاقل تكون بدايه خطوه نحو خطوات قادمه، وهي إيجاد الحلول الناجعة لعلاج هذه المشاكل التي على الأقل اجتمعت الكلمات على تشخيص مثل هذه المشاكل. الموقف الحكومي الذي شد عن الإجماع العربي بالنسبة لإيران، هل كان متوقعا وعلى ما يدل؟ طب بالتأكيد، لأنه نحن ذكرنا ذلك منذ سنوات عديدة وفي لقاءات متكررة مع الدول العربية، مع الأرقى السياسية، مع الكثير من الدول المجاورة والمجتمع الدولي، حذرنا من مثل هذه المواقف، لأنه قلنا سابقا أن هذه الحكومة هي لا تمثل الشعب العراقي. الموجودون اليوم هي عملية سياسية ومتخادم فيها بين الاحتلال الأمريكي والإيراني، وهي بالأول بالدرجة الأساس هي تمثل الدور الإيراني أو الرأي الإيراني، ولا تمثل الرأي العراقي بأي صفة أو بأي شكل من الأشكال. طيب، هل تعتقدون دكتور عبد الحميد حصول مراجعات عربية من الحكومة في بغداد بعد موقفها المخالف للإجماع العربي؟ يعني هذا ما نتمناه، لكن للأسف نقولها بمرارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر مثل هذا الموقف من الأجهزة الرسمية والحكومية العراقية. هذه ليست مفاجئة لا لنا ولا للدول العربية، فقد سبق لمواقف عديدة جدا حكومات الاحتلال المتعاقبة أن عبرت عن الرأي الإيراني ومخالفة ومواجهة ومناقضة لمصلحة الدول والإجماع العربي، فهي ليست المرة الأولى. لكن عقب كل مرة نرى أن المجتمع العربي للأسف لا يزال يسير في طريق واحد، وهو أنه يدعم هذه الحكومات لأنه كأنه لا يرى بديلا لهذه العملية السياسية، وكأنه لا يريد أن ينظر بمنظار غير المنظار الاحتلال الأمريكي أو المشروع الأمريكي في العراق وفي المنطقة جميعا. لذا نحن نتمنى أن يكون هنالك مراجعة حقيقية، لا سيما بعد تفاقم وتزايد مثل هذه المواقف المخزية من الحكومات في العراق الممثلة لإيران بدرجة كبيرة. كيف ترى تداعيات موقف الحكومة في العراق على المستويين السياسي والعسكري في ظل حديث عن مواجهة محتملة في المنطقة؟ لا، يعني نحن أيضا ذكرنا ذلك في بيانات سابقة وفي لقاءات أيضا سابقة، وهو أنه الموجودون في العراق اليوم هم مجرد أداة من أدوات إيران، ولذا لا رأي لهم ولا استقلالية ولا إرادة. لكن هنا كأنه الذي يجري أو يصدر من بعض هؤلاء الأفراد وممثلي هذه الحكومة هو مجرد للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل، وربما بعضهم يقوم بمزايدات ويريد أن يجر العراق والشعب العراقي إلى هذه المعركة وإلى محرقة متوهمة ربما، وربما يريد أن يجعل من نفسه كورقة ضغط بيد إيران في هذا الصراع. نحن لا نتوقع أن يكون هنالك صراعا حقيقيا بين أمريكا وإيران، نحن نتوقع أنه هذه الصراعات هي صراع ليس صراع وجود وإنما صراع نفوذ، هو نوع من المشاكسات بين الطرفين لتقليم أظافر طرف على حساب الطرف الآخر. شكرا جزيلا لك. إذن عبر سكايب من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني.